فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل للزوج أن يجعل الوطأ كله للثانية فلا يطأ الأولى إلا نادرا مع عدله في المبيت؟ لا، ما يجوز لها هذا، ما يجوز لها هذا. عليه أنه أن يتقي الله عز وجل، ولا تميل كل الميل تذروها كالمعلقة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.